السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل متابعي قناة الجزائر في إسبانيا أينما كنتم. اليوم رجعت لكم في موضوع جديد، لكن قبل ما ندخل في التفاصيل نتمنى منكم كالعادة تصلوا على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأريد تذكيركم أيضا باستمرار حملة المقاطعة للمنتجات الفرنسية نصرة لحبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. في موضوع اليوم سأتكلم عن فئة، وأغلبية هذه الفئة هي من الشباب وبالتحديد تقيم في دولة فرنسا. بداية الموضوع هو نقد وثانيه تأديبا وتهذيبا وإصلاحا لهذه الفئة. صراحة هذه الفئة تجدها تنتقد كل أنواع وأصناف المهاجرين. طبعا أنا أتمنى كل التوفيق إلى إخواني المهاجرين، وأتمنى من الله عز وجل أن يوفقهم في الحياة الدنيا وأن يرزقهم الجنة في الآخرة. لكن الموضوع الذي لفت انتباهي أن هذه الفئة تجدها تفعل أشياء تدل على أنها لا تتحلى بصفات الرجولة نهائيا. على سبيل المثال، أغلب هذه الفئة أو الفئة التي أتكلم عليها بالتحديد، طبعا أنا لست ضد الزواج. إنسان لما يقصد باب الزواج أتمنى من الله أن يوفقه، وهذا شرع الله، وهذا طبعا شيء جميل وجميل جدا، وأصلا هو إكمال لنصف الدين. فالزواج هو نصف الدين، وبعدها يأتي النصف الآخر في الحياة، في الحياة الدنيا. لكن هناك أناس يتزوجون بطريقة قبيحة وقذرة، وقد يتنازلون عن قيمهم وأخلاقهم، ويتنازلون عن كرامتهم وشرفهم وانتمائهم وعاداتهم وتقاليدهم. هذه الفئة تجده كما قلت يعارض كل المهاجرين وينتقدهم بشدة كبيرة وكبيرة جدا، وهو نذل، وتجده يتحلى بأقبح الصفات للأسف الشديد، لأنه يتزوج امرأة مثلا، وهذه الامرأة تجعله مثل الكلب المطيع لها. لما نقول مثل الكلب المطيع لها، يعني تتحكم فيه بكل الطرق وبكل الإمكانيات، بل بالعكس، بل تتحكم فيه بأقبح الطرق، لأنه هو أراد أن يذل نفسه، لأن الله عزيز حكيم ولا يمكن أن يكتب الذل على عباده. ولكن هذه الفئة يعشقون أن تذلهم مرأة، تجده يتزوج منها ويتحمل كل شيء، حتى أن يوجد هناك رجال تزوجوا بنساء وهذه النساء تفعل أي شيء أي شيء، ولا يستطيع أن يسألها، فقط لأنه يريد أن يتحصل على بطاقة إقامة. هل ستدخلك إلى الجنة هذه البطاقة؟ أم ماذا أنت تصنع بنفسك؟ كل هذا القبح الذي جعلته يزرع فيك ويفعل فيك من أجل هذه البطاقة، لماذا؟ وتسمي فيما بعد نفسك بأنك رجل، وعندما تذهب إلى بلادك سواء كنت جزائري سواء كنت، وأنا أعرف منهم الكثير هذه الفئة صراحة، وأعرفهم أنا شخصيا، وأنا قاصد هذه الفئة بالتحديد، وأيضا هم مرجع بالنسبة للعديد من البنات، لأن هناك فئة من البنات العفيفات وهم أخواتنا طبعا، هناك العديد من هذه الفئة من البنات عندما يرون رجال بهذه القذارة، فبالطبع عندما يكون أخ من إخواننا من المهاجرين يقيم الصلاة وإنسان يخاف الله ويبحث عن فتاة بداعي الزواج على سنة الله ورسوله حتى يستقر، فهي قد تخاف وتقول لك انظر إلى هذه الفئة ما أوقحها وما أغباها وما أرذلها. هنا نجد أن هذه الفئة التي كانت تنتقد تلك الفئة الأخرى التي هي تريد شرع الله وتريد أن تتزوج بما يرضي الله وعلى سنة رسوله، تجدهم ينتقدونها ويقول لك ولا شوف فلان هذاك راهبات برا، هذاك ضيع حياته، هذاك كذا، هذاك كذا، هذاك ما يعرفوش حاجه اسمها الايمان، حاجه التمسك بالله، حاجه اسمها الصبر، حاجه اسمها العفه، حاجه اسمها الكرامه، الرجوله، القيم، الاخلاق، المبادئ، التربيه الحسنه. لا، هم لاجل مبتغاهم يفعلون أي شيء، مستعد أن يفعل أي شيء، مستعد حشاكم أن يتعرى ويمشي أمام الناس، المهم أن يصل إلى غايته. هؤلاء الناس هم كثيرون، وهم سبب عدم وهم الذين جعلوا العديد من البنات العفيفات أن عندما يتقدم لهم شاب
تكون فيه كل الصفات التي تخول له أن يتزوج من بنت عائلة تجدها تفكر مرارا وتكرارا، لأنها رأت العديد والعديد من المشاهد أمامها ومن الأمثلة طبعا المتسخة للأسف الشديد. وهذه الفئة هي من أقبح الفئات ومستعدين يفعلوا أي شيء، المهم أن يحصل على بطاقة الإقامة. وتجده مثل الحمار، هذه الامرأة التي تزوجها هي أيضا ليست كما نقول نحن بنت فاميليا أو من عائلة محترمة، فهي أيضا ما تسواش ربع دورو للأسف الشديد، لكن هي دارت وعندها كلب، يعني هي أفضل منه، لأنه كرجل وضحى بكل شيء بكرامته وبما يملك من أجل أن يحصل على تلك البقعة، حتى لو رفعت يداها وضربته. ألور الفيديو راه مازال مستمر وفيه هضرة مهمة أو كلام مهم جدا 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 بعد هذا الفاصل القصير، خليكم معايا ما تروحوش بعيد، دوك نرجع لكم. السلام عليكم، ها قد عدت إليكم بعد هذا الفاصل القصير. الآن سأستكمل معكم الموضوع، أريد أن أقول لكم أني سأوثق لكم كل هذا الكلام ومن قلب الحدث، وكما قال الله عز وجل في سورة يوسف ولقد شهد شاهد من أهلها. سأنتقل إلى باريس إن شاء الله، والغرض هو تأكيد كلامي، لأن هذه الآفة حقيقة هي آفة جعلت الكثير والكثير والكثير من إخواننا أن يقعوا في العديد والعديد من المشاكل، وأيضا جعلتهم أن لا يستطيعوا أن يجدوا أو أن يجدوا امرأة أو فتاة من عائلة محترمة أن تقبل بهم، مع أن فيهم كل الصفات. لأن للأسف الشديد الفتاة عندما ترجع المشاهد التي شاهدتها على أرض الواقع، للأسف الشديد ترى العديد من الأمثلة التي ترسخت في ذهنها تنبئها بأن الرجال أو المهاجرين بصفة عامة لا يصلحون للزواج، أو أنها ستتزوج رجلا ديوثا للأسف الشديد، لأن هذه هي صفات الديوث والنذل والإنسان الذي للأسف الشديد لا يصلح أن يكون زوجا صالحا. لذا أتمنى أن ترتقوا، أتمنى أن لا يفرط الإنسان في أي شيء من أجل بطاقة لا تتجاوز 10 سنتيمتر. يا إخواني يا أخواتي، هناك العديد من الطرق التي يستطيع الإنسان أن يتحصل بها على بطاقة الإقامة، سواء كانت فرنسية
أو إسبانية أو إيطالية أو 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 أو، لكن هذه الطريقة تسمى طريقة قبيحة، وما بني عن باطل فهو باطل. وأقول لكم أنها أصلا قد حرمت هذه البطاقة ولن تنفعكم بشيء. وأشكر 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 وتحية كبيرة 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 جدا لكل الرجال المكافحين والمهاجرين في كل بقاع العالم الذين يكافحون بشرفهم ولا ينحنون إلا لله عز وجل في وقت الصلاة وفي وقت الدعاء وفي وقت الخشوع والركوع. أما الفئة التي كنت أتكلم عليها فللأسف الشديد هذه الفئة هي التي جعلت العديد والعديد والعديد من بناتنا المسلمات المقيمين في الدول الأوروبية يرفضون الرجال المهاجرين إلا ما رحم ربك، لأنهم رأوا أشياء قبيحة وقبيحة جدا ورأوا أمثلة كثيرة. مثلا حتى في باريس نجد العديد من النساء تضرب الرجال وتصفعها على وجوهها، وهذا أمر قبيح جدا، وتجد الرجل لا يفعل شيء، وفعلا هو يستحق الصفع ويستحق أكثر من هذا، لأنه هو من جعل نفسه في هذا الموقف. وسأنتقل إلى قلب الحدث أأتي لكم بامرأة لديها 25 سنة وهي مقيمة في فرنسا ولديها الجنسية الفرنسية، وستحكي لكم كل المواقف التي تكلمت عليها حتى أؤكد وجهة نظري. وأنا لست بمعارض لأي إنسان يريد الزواج على سنة الله ورسوله أو أولئك الناس الذين لديهم استثناءات الذين يتزوجون الزواج الأبيض. طبعا أريد أن أقول أنه حرام ونحن لا نبيح شيئا، وأنا معارض إلى ما كل ما هو محرم، لكن أنا الآن لا أتكلم عليهم بالتحديد، وأقول لكم أن كل ما ينافي شرع الله فهو طبعا محرم، لكن الفئة التي أتكلم عليها هي قبيحة وقبيحة للغاية للغاية، وهي فئة كارثية حقيقة. وأنا لا أدعم أي شيء محرم، لكن أنا أحيي أولئك الناس الذين يكافحون ويرفضون فكرة الزواج للعديد من الأسباب. وهذا طبعا وهذا ليس امتياز، ولكن أنا أحييهم لأنهم أرادوا أن يكتشفوا أو يلجأوا إلى طرق أخرى بعيدة عن كل الشبهات وبعيدة عن كل الشكوك التي قد تمس بكرامتهم. وأيضا تحية كبيرة وكبيرة جدا لكل من أراد الحلال والزواج بطريقة رسمية على سنة الله ورسوله، تحية كبيرة لهم، وأتمنى من الله العزيز الحكيم أن يوفقهم في حياتهم اليومية. ولكن ما يرفضه الرجال وينتقده بشدة هو الفئة التي تخضع وتركع إلى هؤلاء النساء، بل يتوصلون حتى أن هؤلاء النساء يبزقون على هؤلاء الرجال، وبل يجعلونهم يلحسون أرجلهم، ولكن هؤلاء الرجال لا يرفضون، بل بالعكس هم فرحون بما يعملون. الآن إخواني أخواتي لم يبق لي إلا أن أشكركم على حسن وكرم المتابعة، وأتمنى أن تنشروا هذا المقطع على قدر المستطاع وتشاركوه في العديد والعديد من المجموعات حتى تعم الفائدة. وفضلا طبعا وليس أمرا الرجاء الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات لكي يصلكم كل جديد، والسلام عليكم، إلى اللقاء.